الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عشر كان عاوح وكب الله بنيا باللوغة سورة الهمز وحرك جوا إن شاء الله تعالى آخر كسورة الناس. سورة الهمز وسورة مكية مكا يكسو دكتي صور كي كهرية صور ككدن بيئي لمتاي عقائد يا قيامة يا أبدا وحيابها إكهض ليان صور كاس. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل عذاب كل لكل همزة حن بضنات دمانتي أي أسق ناضي لمزة عبن بضنات دمانتي أي أسق ناضي الذي كاسو جمع كل مي مالا حولأه وعدده ودياري حاجدي سيدنتي يحصب موح أملين أن ماله حوله سأخلده إني وارنيان كلا ثم بذن واللئن الغطور في الحطمة نار تحطما ليراه أي الغطور وما أدراك محاكو غيسي رسول الله ما الحطمة حطمة وحأيتها نار الله إله نارتي سوي نارتي الموقدة اللهوري التي نارتاسو تطلع الدليلين على الأفئدة قلبك دشيس الدليلين إنها النار تاسي عليهم دشودا مؤسدة الودبولي في عمد بباب يطير الرحضوضا يكسوهيهين ممددة النار تلقى نحتاج إله سبحانه وتعالى سورة وحيه قدل يا عدي عاسي قرودي إسلامك أنا وعلى وحي مؤمنين يا استقامك تاقن أن لا تسكرين إني عبيان إني حنطان إني حمان كشيغان طبيعة وضا إسيدة تاي همي قولة إيا قصد كودور دناء الدنيا وياهي دنك لأن لهين يعني دنت إليهم وحويان إلي الدنيا جمعيانو إسلامر كان حولها سي إلي إلاليانو حق لغولها أيان كبحينين قصد كودة إيا أجيدد ودوه سيدا سيدا سيانا هين عدي أقصديسنا علبي ليهين ولواتو سكرو ويعيبين أيان قولنا سائله وحليهي عذاب كل البي قل الدونان عذاب كان مجيء سوى حلي يراه الحطمة حطم يجا بربورين تالي يراه وحلي تشجبيه نارتي وح بربورين يسوي نارتي بربي سيت المامية قاب كله جلنا يوم ويل عذاب كل لكل همزة لمزة همزة يلمزة لبض وواعبين همزة وإشا يإشارة لسوء عبيه الروحة اللي سوء إشارة إش اللي سوء جبيه أما قعنت يوح لسوء إشارة فعل اللي اسكو عيبية كاسا وحلي الهدال همزة لمزنا وإن هذا اللي اسكو عيبية واللي اسحنطو عمان اللي اسكو الشيو لابد هو كسي في سيهينو آخر كيدو وقردو إله كور رمي سبحانه وتعالى كون شيء يي وإذا مروا بهم يتغامزون هذي أي مؤمنين مران وإسو إشاريان إشا إسو جبينيان مؤمنين تأيي حمانيا وقردي ويل العذاب كل لكل همزة عبن بضنات دمانتي أي أسقنا ذي الهمزة حم بضنات دمانتي الذي كاسو جمع أروريي مالا حول جمع رواغرة أروريي مالا حول وعدده تريي يعني حوله بأروريي وتريي وإلاليي حقي الغبح يوديدي وحقوط لقل يودياريي دنيه سخاسكا كا أي عذاب كا كل الرسولنا يحسبوا أمرين أن ماله حوله سأخلده إني وارنيان حولها إني وارنيان وأدوية كل ريبيانو عمر جيس أي دبيان تاسي لتاهي كلا تادع ميسو لينبذن والليل الغطور في الحطمة نار الحطمة اللي إلى هذا الغطور نار تبربريسو وما أدراك ما الحطمة حطمة وحأيتهي نار الله إله نار تسوي الموقدة اللهوري التي نار تاسو تطلع كسو بحيو الدليليني يعني قلبي يوضنها وحيالها انكسو كي يوهارك يهيلي بي الله فوحا سيكدوسي سلمرك انا قلبي يتوسو الدليليني التي تطلع كسو بحيو على الأفئدة قلوب تدوشوها إنها نار تاسي مؤسدة مثل الدبولة يوي عليهم دوشوها لغو الدبولة مؤسد حالي لها وحي اللحيرو يعني weelki afka banana afka hadii laga xiro muusad wadadii la mari lahaa hadii la xiro wadada laba mari kale la yiraado muusad baa la yiraahda tahinu ila ajbali makka tanaqati wamin dunihi abwaab sanaa muusada ya baytu sha'ira yaani makan usuxdayo
صنعاء البابدهدي يا ودوين كي لو مري لهانا وحريه سدا اي في عمد تيرر يا بابب دحكه او مبدده النار تلقى دحتاغي. سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى مياذن أغين كيف سيدا فعال أكسمي ربك ربك بأصحاب الفيل مروذيك دتكي سيدا أكسمي. ألم يجعل ميوسا كي يلين ربي كيدهم رغر توضي خيارني أي وذين في تضليل خسارة متكسوا. وأرسل ودري عليهم دشوضا طيرا شمبراء يكدري شمبراها وأبابيلا كح كحه إسراح راعي ترميهم وحي قنيان بحجارة لكحن أيكو قنيان لكحن تؤوي من سجيل روبل الدبي حقي ذكاهات فجعلهم الله حكي لقلدي كعصف بل يبين أوكلو مأكول للداقي. سورة لنا وحي كهذا لقصة بعضي قرائي يا وحي حكومي جرين يمن أصل خوذنا حبشئي حلك كي من إن أبره اللي يدهدو أي أمضحها وهو أركي عرب بضانو هل كان عبادة أدوناني كاسا وعوين وحنو اللي سيابا ددك بيت كان لو حجين ايا مدلا مدا يان يمن اغل اللي سيابا كنيسة دوين وماشي خد السي كاسو ددك وحو أبري هل كان يسو حجيان ومكا ايا آلتان كيدي اللي اسكد دايو هوين كي دنبا ايا مدى عربتي كم مدى اوصو اللونتايو حارب ومريا ماشي كنيسة دي كاري واحد اغل وحو يرسو قلدي ما هو حارك مريا بواب سود منا كعبا ديبا كعبده يحجين ايان يسود من ايا ايضا ايوك حيستي مروديال ايان اكو سفريين سنة يسعودين اركي اي كسو بحين كعبده اي كل نويهين محصب من اللي يرهدو اي مريان ايا الهو اي كسو در الشمبرة الشمبرة هاسي مدوال بان نجح بوتا نجحي بوسو توريا مدحو كقدع روحي حلوشو سيد احمري نفكو سارا يوسي مري وحضرنا وهلك سميا ماشي أيو بابئي سند كي أيها هيد أرن كاسي تاريخ أهان أصحاب السير وحي شيئا يان إنا يا هيد سند كو رسول كتشي عليه الصلاة والسلام. ألم ترى ميادن وين كيف سيدا فعلا وكسمي ربك ربك بأصحاب الفيل ملوذيك دتكي سيدي وكسمي. ألم يجعل ميوسا كييل كيدهم خيانده أي ودين في تضليل خسارة متكسوان نفهان وأو خسارينو أيجي ولا هلاجي ما لهن وأو خسارينو وعلوه أي وتواب باي خسارة كون مسنجين وأرسلوا دري عليهم دش ولا طيرا شمبراء يكدري شمبراها أو ترميهم كجري بحجارة طيرا شمبراها أبابيلا كح كح شمبراها أو ترميهم كجري بحجارة نكحن كجري لكن تؤو من سجيل قابل للدبو كلئة يعني هو عذاب ربي سبحانه وتعالى وترقلي لكن صورة أهم بلوكيتك سيدي سايه وإبلا أتكيو للدبو كلئة فجعلهم وحكي لربي كعصف بل أو مأكول لعري أو كلئة. سورة قريش مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش قريش برشده إلافهم برشدوا ذا رحلة الشتاء حقاق السفرتي سي أي برتين يو الصيف جلال سفرتي أي برتين درتين فليعبدوها وعابدين رب هذا البيت يقولي ذهبه الذي ربه أطعمهم كقوذي من جوع قاجاء وآمنهم كبدبادي من خوف عبسي. الله سورة وذلك شيئا امتنان غير قريش سكارة هلد أمنا يسريو ما كيد قنايه ما كهدي أي دجرايد ما كهوا حلي قانا هل مركب بحر وما مقال هذا وذاك حنتا بير يوم مرئي يوم حيوان سيكون كسوروني بين آدم كده جنا نرول أي يباهين وح تجارة يجرعسي أي كهل جرين شام يو يمن والله وذا تنكشر حياجينا وح يوسف رجرين شو يمن وأي كسر تكابي سنجرين جلال كينا الشام أي يوسف رجلين ويكسو تكامي سنجرين لابدوا وواكفوا غيرو بل يرديران أي اللو سفر يو سفرتو أي مغنان جرتي إسلام مركا سفرتا سفرتينا عبسي إيا دباتا أي يوسف رجلينو إلا بعو إيا إلا الله يو إيا إنا يسو بدبادان يوحا صوتنا يدعي جرين أرنكي صدا أها ربي وكبد بادي سبحانه وتعالى مكاو ميل بير أي كبحضو إيا ميل لبير تمدربا آنا هين يا وح الله وحي أي أقبها ما يين شامين أي أوريات سدان أما يوان أي أوريات سدان
ayaa maka lagu keenay oo maka waxa laga helaya adduunyada waxa la wixii mir ay ka baxaysay maka waad ka heli iyadoo hal mir lafteeda ayan ka baxaynin waana nabiyullaahi ibraahim ducadiisi iyo wajcal haada albalad ibni wabaniya an nacbud alasnaama rabbi innahunna adalalna kaiira min annaas faman tabicani fainnah minii waman casaani fainaka gafuuru raxiim rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu salaa fajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraat ducooyinkaa nabiyullaahi ibraahim uu ku duceeyey ayuu ilaah u aqbalay aqbalitaankiina mir kastoo adduunyada taallo makaa la keenayaayo makaa laga heli amni iyo badbaadana rabbi wuu geliyey oo baytullaahi alxaraam ayaa lagu ixtiraami jiray oo sukaanu baytillaahi alxaraam ayaa la dhihi jiray xataa qoladooda safarta iyo qoladooda meel socota laba taaban jirin waxaa la dhihi jiray qoladii beytka weeyaano yaan waxba la yeeli haddaba allihii nicmada u galay iyadoo adduunyadii gaajo iyo dhibaato ay ka jirto iyadoo adduunyadii colaad iyo isdil iyo dhibaato ay ka jirto ayagu la badbaadiyo wax dhibaato aan la gaarsiinaynin waxa alla wixii cunto ay u baahan yihiinna gurigooda lagu keenay bale ha caawdeen reer quraysh sidaa ayuu rabbi caddaynaya liilaafi jaara majruurkaasi falyacbuduu ayuu ku tacalluqayaa ficlu amarkaasi ee faada ku jirtaana waa litaziini lafdi iilaafihimna towkiid weeyaanoo liilaafi qurayshin ayay towkiid ku tahay icraabkaas waa u fiican icraabka kale la way jiraane liilaafi qurayshin quraysh barashadooda iilaafihim barashadooda rixlata shitaa'i xagaa safartiisii ay barteen oo yaman u safri jireen wasayfi jilaal safartii ay barteen oo shaam ay u safri jireen darteeda falyacbuduu ha u caabudeen rabba haada albeyti guriga rabbigii alladii rabbigii acamahum ka quudiyey min juucin gaaja wa aamanahum ka badbaadiyey min khawfin cabsi ka badbaadiyey suuratu lmaacuun bismi illaahi araxmaani araxiim ara'ayta miyaadan ogeen alladii kii yukadibu beeniyey biddiini is-abaalinta beeniyey fadaalika kaa alladii kii weeye yaducu gulguulayay alyatiima agoonka gulgul yaxudu aan ku boorinaynin calaa acaami lmiskiini miskiin cunto in la siiyo faweylun cadaab kulu lilmusalliina kuwa tukada ayuu u sugnaaday alladiina musalliintii hum ayaguba saahuuna sahwinayay can salaatihim salaadooda xaggeeda alladiina qoladii hum ayaguba yuraa'uuna istutusayay oo yamnacuuna reebanayay almaacuuna alaabta yaryarna reebanayay halkana ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu goodirayaa qolaa sifooyin xunxun isku darsaday munaafiqiinna ah yacnii iimaan afka baarkii ka sheeganayo laakiin mu'miniin aan ahayn mu'miniin inayan ahayn calaamaadka lagu garanayana waxaa ka mid a awalan qiyaamo si dhabe uma rumaysna yacnii xataa haddii ay sheegtaan inay rumaysan yihiin ma rumaysna qiyaamo waa alla wixii miskiinoo iyaga ka liitoo ka daciifsanoo agoontaba ay ka mid tahayna waa dhibayaan waa gulguulayaan way dhibaataynayaan inay yidhaahdaan ruux miskiin iyo ruux liita waa yahay waxyaabaha lagu yaqaana waxaa ka mid a acmaashoodoo dhan ayaa riya iyo istutusa camalka ay samaynayaan hadduu wax sadaqaysanaya waa istutus hadduu salaad tukanaya istutus weeye hadduu camalkuu qabanayo dhan istutus weeye istutuskaa dartii ayaa salaadaha ay tukanayaan qaar ka mida wahsi bay ku tukanayaan qaar ka midana maba tukanayaan qaar ka mida wahsi bay ku tukanayaano marka la arkayo oo dee inay ka tagaan salaadu ay adag tahay iyagoo inaan la arkin jeclaan lahaa inay u surowdo inay ka tagaan iyagoo jeclaan lahaa ayay tukanayaan marka aan la arkayninna dee tukaniba maayaan tacaawunka bini aadamka dhexdiisa ka dhexeeya waxyaabaha ugu yaryar oo maacuunta iyo waxyaabaha la kala adeegsado arrimahaasina ma sameeyaano way reebtaan waxyaabahaasuu rabbi ku ceebaynaya ara'ayta miyaadan ogeen alladii kii yukabaalinta beeniyey fadaalika kaa alladii kii weeye yaducu gulguulayay alyatiima agoonka gulguulayay walaa yaxudu aan boorinaynin calaa acaami lmiskiini miskiin cuntasiyiddiisa aan cidna ku boorinaynin faweylun lilmusalliin faweylun cadaab kulu lilmusalliina kuwa tukada ayuu u sugnaaday alladiina musalliintii hum ayaguba can salaatihim salaadooda xaggeeda saahuuna ka tegayey ama sahwinay sahwiga salaadda dhexdeeda ayaa hilmaam ku dhacaya looma jeedo waayo taasi cidna ka badbaadi mayso nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa sahwiga ku dhacayay ee sahwiga loo jeedaa waxa weeye salaad uusan dan ka lahayn
mar hadduusan danka lahayn shuruudii iyo arkaantii ay salaada lahayd inuu ilaaliyaa danka male, hadduu doono way salaadu iska tukanaya, ilaadadu buu isu tuusayaa marka horeba. Hadduu doono arkay salaada rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo ayuu qaarka tegaya, yacnii wuu tukaday in la yidhaahdo kale ayuu doonayaa. saawunada sidaa ayaa loo jeeda ugalani alladiina qoladii weeye hum ayaguba yuraa-uuna istusayay markay camal samaynayaan oo dhan oo salaadaba ay ka mid tahay. alladiina wayamnacuuna reebanayay almaacuuna maacuunta reebanayay iyo adeegsiga yaryar. suuratu lkawthari makiya. bismi illaahi raxmaan raxiim. innaa annaga acdaynaaka rasuul allow ku siinay alkawthara kawthar ayaan ku siinay. fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko wanxar rabbigaa u gowrac. ina shaani'aka kan ku ceebaynayo huwa asaga al-abtaru kan dabada go-an ah al-abtaru kan gablanka isaga weeye. yacni suuradda ilaah wuxuu ku mannaysanayaa rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam qur-aanka suuradda ugu gaabanna wey. suuradda alle wuxuu ku mannaysanayaa rasuulka kawthar inuu alle siiyey. kawtharku muxuu yahay? tafaasiir badan waxaa ka mid ah tafaasiirta la mariyo kawtharka inuu yahay xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam, yahay dar weyn oo ahlulmowqifka ummadda muxamediyada qoladii mu'miniinta ahayd ee mustaqiimiinta ahayd ay ka cabbi doonaan. darkaasi alle ilaah u siiyey rasuulka ayaa kawthar la yidhaahdaa. ba tafsiir kale ayaa wuxuu yahay kawthar min alkathrati baa laga keenay, kheyr fara badan ayaan ku siinay. kheyrkaa faraha badan nabinimada ayaa ka mid a, kawa darka laftiisaa ka mid a, shafaacatu lcudma ayaa ka mid a, bani aadam oo dhan inuu u fadli badan yahay, khaatimunabiyiin inuu yahay ayaa ka mid a. sidaa ayaadan moodaa inay ka caamsan tahay. mar haddii dee nicmadaa faraha badan lagu siiyey adigana shukri sameeyo alle u tuko, marka aada wax gowracina alle dartii u gowrac. qolaa rasuulka ceebayni jiray oo waxay yidhaahdeen rasuulka toddoba caruur ayuu dhalay, saddex ayaa wiilad ahaa, saddexdiiba rasuulkao nool ayay dhinteen oo xabad kama dambaynin. gabdhaha xataa waa ka wada hordhinta dhowr bilood ka dambaysay oo carruurtiisa rasuulkao nool ayay wada dhinteen, faatima oo waxyar ka dambaysa mooye. markaasaa waxay yidhaahdeen kani gablan, weliba carruurtiisa wiilashiisu hal xabo wax dhale ma jirin. markaasaa waxay yidhaahdeen kani gablan weeyaano, ede muxuu ahaa carruur ceriba ka tegi maayo. ilaah wuxuu leeyahay cidda ku ceebayna iyagaa gablana, oo adigu waxma aadan dhalin weeye iyo waxaad dhashay way dhinteen weeye, waxay kugu ceebaynayaane kheyr iyo wanaag iyo ilaah agtiisa in laga ikraamo iyay gablanka yihiin iyagu. innaa annaga acdaynaaka alkawthara, nin la dhihi jiray musaylimatu lkadaab ayaa yaa wuxuu isku dayay, muxuu ahaa inuu qur-aan, wuxuu yidhi rasuul baan ahay anigu qur-aan ay usoo degaa. musaylimatu lkadaab bani rabiica qolo la yidhahdu ka dhashay, waxaa igu soo degaa buu yidhi qur-aan. waraaqu rasuulka usoo diray wuxuu yidhi ina alcaraba nisfuhaa lii wa nisfuhaa lak, carabtu noo qaybiyo qaybna adigu rasuul u aha wa ana qayb waa yahay. laba nin oo asxaabi buu qabtay, kaase wuxuu yidhi adigu muxuu ahaa maxamed maxaad ka aaminsantihi rasuul waay koo aa dhahay rasuul waay ana maxaad iga aaminsanti wuu dili raba adigana rasuul iska dhih waa yahay wuu daayay. kii kaluu yidhi adigu nabi maxamed maxaa ka aaminsantay inuu ku talagalay iyo muxuu ahaa suuratu lfiili, markaas wuxuu yidhi alfiilu ma alfiilu wamaa adraaka ma alfiilu lahu khurdumu tawiilu, wax saasuu akriyey iyo muxuu ahaa kuwa qoladiisii ah. isla markaana rasuul baa tahay ugu sacaba tumaya, wuxuu yidhi waaka qur-aanka liigu soo dejiye ka waran waa fiiriye wallahi inaada rasuul ahe waa hubnay bay yidhahdeen, waxaan waxba qur-aanina maaha beena sheegaysa. marka qur-aanka mucjisnimadiisaay ka mid tahay, yacnii suuraddaas intaa la eg adduunyadao dhan hadday isu yimaadaan iyadoo kale ma keeni karayaan waka. innaa annaga acdaynaaka ku siinay alkawthara, kawthar ayaan ku siinay, xawdkii baan ku siinay. fasalli rasuul allow tuko lirabbika rabbigaa u tuko, wanxar rabbigaa u gowrac. salaada salaa caam weeye si khaas ahaanayd mufasiriinta qaar waxay ku ridayaan salaatu duxa, salaatu ladxa, yacni ciidu ladxa salaada la tukado iyo gowraca ciidu ladxa la gowraco, labadaasay ku ridayaan, laakiin si caamiba in looga dhigaa kasii fiican. ina shaani'aka qofka ku ceebaynaya huwa asaga alabtaru gablana. bismi illahi raxmaani raxiim. qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha alkaafiruuna qolada gaaloobayow,
لا عبدوا عابد ما يو ما تعبدون وحد عبد يسان عبد ما يانو ولا أنتم يدكون عابدون كبع عبد يمتين ما عبدوا حان عبدين ولا أنا أنيون عابد من عبد دون مائه ما عبدتم وحد عبد يسان ولا أنتم يدكون عابدون كبع عبد دون متين ما عبدوا حان عبدين لكم وحيدين سوى دينكم دقنكين ولي إذا إسوان يعني النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي قولتي وحكولتها ليان هير قريش وحي الهدى النيو لو أرمو المديان فوق الإيا قيلي ذا إيوحا جوجي وحن تعابد إنك آم تمديدي هل أبال لحد هذا هذا سوء إبانه إلى هذا أن سند عابدنا أن نقرأ أسلام تسندنا لعابد وسند بقراء عابد كي خير لدي خير كي سيسي أنه هلو وروحه وحسوره ويماه وسط يا نحن حاضر ما ميادون إذا الدين ده وسطه دين تاسي وحي كل إحسان ودن جوري وحا ويال حق يولو حد قدبي إلا سيدة بوحا جرا فماذا بعد الحق إلا الضلال بألا ليه حق هدي لغا قدبه ضلال ويوحا لغنعي أدو حق تاقن هدي الويرة هدو ورنا حد حاضر ما أنسى مينو هيد حد حاضر ما ده وحا ويا حق عن سوء إيمانه إي حق عن كل غنه أما حق الميل عن هين هدي عاد إيسي قادو فماذا بعد الحق إلا الضلال يا ماشاء الله مركا تلالا أتزوجي دي سين واحد جرام مينان عابدو واحد عابدو يسان هبيك حلو تلو واحد سورو إيمان إذن كنا ديكو متلا قلسيني دين الله عن عابدو إينا دي العابدان قلوا والبطاقن كذا هاي ستوكا قل واحد إذا هذا يا أيها الكافرون قلنا دي قالوا بيو لا عبدو أنه عابد ما يو ما تعبدون واحد عابدو يسان يعني هذا يرمع عابدو هايو واحد إنه عابدو يسان ولا أنتم يدونكنا عابدون كبع عابدي هيا متهدين هدوي ما وحا عبدو أنو أن عابدي ولا أنا وأنونا عابد من عابدي دون هدى كذب مئه ما وحا عبدتم العابدي إسان من عابدي دون مئه ولا أنتم يدونكنا عابدون كبع عابدي دون متهدين ما الله أعبدو أن عابدي لكم وحا إذين سوان دينكم دين كين وليا أنيقنا وحا إيسوان ديني لغن كيجي دين كيجا إيسوان سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أمرك ويماد نصر الله إلى هيلك يو الفضح مكفر كيتنا صدتك أرقت يدخلون حال أيسو قليان في دين الله إلى دينك أفواجا حال أيكوح كحيهن فصبح وتصبح ربك بحمد ربك ربك كما هدين تيس حال أذكر ليهانتاه واستغفره الذي بداف ويديسه إنه ألا كان وضوء هذا توابا متوبة أقبل إذبادا سورة من بدايتها إلى نهايتها رسولك عليه الصلاة والسلام هي توجيه السين هايس وعين وعضين هايس مر هذه مكلا فرته نصر ربنا يماده بني آدم كي واقعه هوري هل هل يلا والله إسلام لماذا أسوه قلي جري ayaa oo koox koox ee islaamnimada marka ay soo galaan oo qabaail dhan oo socdo wada guuraya islaamnimada soo galaya aragto ee ajashadi baa dhaw waqtigii aad dhiman lahayd ma fooga sida darteeda alla ku xidnawo in badan ilaah u tasbiixso allakum hadi alla istighfar waydiiso ku toojiinaya waayo sidee waxa jira adduunyadan shay kasta oo dhameystirmo nusqaan buu noqonaya oo shayga inuu dhameystiranka iyo kamaalka ku socdo ma suurobayso نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هدي الله صدره رسالة إنه ددك جارسيه مر هدو جارسيه يا ددك أي صوت إسلامي أي توسين ده وظيفة الله صدره ويدا ماتي مر هدي أي دماتي لأدو يمسي جوغيه وانا لغا قاضي ومر كارنتي دماتي رسولك عليه الصلاة والسلام وقريو دي ورحمة الله أيه قوري إذا جاء مرك ويمادو نصر الله إلى هيك والفضح مكفر شدهنا اعتمادو مكلفرتو ورأيت الناس تدكى وركت يدخلون أيبو سوق لي في دين الله إلى دين تيسا أفواجا حليك وحكعي فصبح رسول الله التصبح سوء ربك آقا بحمد ربك ربك آكم هدين تيسا حال أذكر ليه أنتهي واستغفره الذي بداف ويديسو إنه ألي كان وحكا أقبل إذبادان سورة المكي أي سودك توحي كدن بي رسولك وحكا بذيه جيره ولما خاصة المركة السجود سيهي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سورة دري معنى هذا فصيرنا يوقعنا يوم